نجمة وعليها الكلام. باكسيونس الفيزيك كونستركسيون دو فرينيل، احنا في اول في وسط العام يقولون انا ما تقراوهم، يعني ما يجيناش يعني كونستركسيون دو فرينيل، فهمت؟ من بعد يجي نلقاو فيها كان في الدفوار رجال الاساتذه الكل يقولون راهم ما تجيش نلقاوها في الدفوار الاستريفيكاسيون ذا كيف يعني الواحد حتى من السؤال الاول مش حتى من بعد ولا مثلا يجيكني سؤال صعيب ما يسالش عادي ما يقلقنيش، نجمش حتى مثلا نطر منه نوت ولا حاجه، فهمت؟ واللي سيكسيون الاخرين كلهم سهلين، يعني جينا احنا ويعني في لا ما تعوجونا مثل ما ميسالش نخدم المشكله انه تعوجونا في تروان ماتير برينسيبال. يا اخي احنا باك سيونس ونخدموا على سيونس فيزيك مات، من بعد نلقاو روحنا اللي معوجين في تروان ماتير برينسيبال. هو الوزير احنا طمنا قلنا شي في متناول كل شيء، دونك جاي في متناول الناس الكل، كان جماعة سيونس سيكسيون سيكسيون في تكنيك كل مريقلين دوفرات جاو سهلين وهبلوا كل شيء. معناها بالحق صدمة الدوفار فيزيك هيك أقوى حاجة، معناها وصحيح جاي دوفار سيونس صعيب معناها، أما الفيزيك أوه معناها بالحق على الأخر معناها جاي صعيب بصفة فمش ما عندكش ما تخدم، ما تلقاش ما تخدم معناها. باك ليتر كيفاش كانوا الدوفارات؟ والله سهلين نورمالمون، ما فما حتى تعويجة لحد الآن ولاباس إن شاء الله لاباس. كلهم كانوا في المتناول؟ هي على الآخر سيرتو حتى الفيلو، معناها ما جا حتى حد، حتى الدفوار صعيب وما تعوجنا في حتى الدفوار لحد الآن. لي كونديسيون تاع الدفوارات كيفاش كانوا؟ العصا؟ لي ماهمش شكل يستريسيوك ولا ضاغطين عليك، بالعكس معناها اللي عصوا علينا كلهم سافا، معناها مش شكل العسل مش نورمال تخليك تدخل بعضك وتخاف عادي، عبارة من نعديو دفور نورمال مش باك. والله بالنسبة لي على خاطر معناها متوسطة أنا في الانجلي، ظهر لي الانجلي صعيب شوية فهمت، واللي حضرت عليه في الاسي جي عكس اللي حضرت عليه فهمت، كهو ما لي والله لي كونديسيون سافا، معناها ما يدخلوكش بعضك عادي، يقش عليك في الباك بلون ولا في لي دوفوار النورمال عادي، معناها انت تبدا محضر على روحك تدخل تخدم خدمتك وتخرج. والله الحقيقه في المتناول، معناتها سيكسيون سبور في المتناول كهو، معناتها سهلونا سنة الحقيقة، صحيح احنا مش كيما لي سيكسيون الاخرين، صحيح احنا مش كيما لي سيكسيون الاخرين، معناتها فلي سيكسيون الاخرين جابوا لهم صعبوا لهم في حاجات، اما احنا الحقيقة سنة تلميذ المتوسط ينجم يخدم الدفوار، مراقبين معناتها متفاهمين معانا وكل شيء، صحيح في نطاق المحدود معناتها مش نعملوا حاجة زايدة. هذا ثاني عام عندي سنة بارابور عملناه ولا باس، تعدى باهي الباك فهمت، ما جابوش استيسات كالعادة فهمت، برسك في المتناول ودي تقويض وكذا، هذوكم نورمال خو يخدم على روحك فهمت، جينا نورمال سافا سنة فهمت، قلق من ناحية انك تحب تمشي في ستير ولا حاجة كل عرفتها ظروف التركيز ودري شنو فهمت يخليوك مربوط فهمتني، خلاف هذايا لاباس. المشكله فيش العبد معناها عام كامل يخدم مع مين على المونسيون كل في الاخر يجيك دوفا فيزيك لا في لا ديفينيسيون لا حتى شيء معناها من كور دوما تلقى الاكزرسيس قدامك ما نعرفش تدخل بعضك، اما بلوجيك معناها عبد على الاقل من الاول يلقى ديفينيسيون يلقى حاجه المواد تهز له شويه تقعد تدخل تلقى معناها اكزرسيس صعيب اول حاجه طويل تقعد تقرا وتعاود فيه قداش باش تفهمه، ومن بعد كي تلقى سؤال تدخل بعضك تمشي اللي بعدك تقول ما سالش بالك الاكزرسيس الاول صعيب بالك انا نسيت تمشي اللي بعدك نفس الحكايه. باك تكنيك كيفاش كانوا الدوارات؟ والله هو واحد خاطرني ثاني عام وتعرف انت واحد غصور اول عام خدمت على روحي فهمتني، بارابور العباد اللي اول عام دوارات يتسموا كاسحين ريتها بعد اللي صار اول عام غريفيت ووزاره ونقابه ودرا شنو خرج الوزير قال كل شيء باش يكون في المتناول ما فماش دي بيج فهمتني، لكن شيء هذا مانيش ظالي الوزير ديجا هو ما شافهمش الدفوارات، باك تكنيك تجيب لهم كلمه تقويض انت ديجا تو اني ما نعرفش معناها وتونس الكل وحلت فيه في الفلسفه جات كلمه تقويض هذه الناس الكل وحلت فيه. بالنسبه مثلا للمات يعني المات ما يعديوا قبلنا بنهار، اني واحد من الناس خدمته دفوار المات نتاع الباك مات اسلم دفوار المات نتاع التكنيك،
باش تفهم انت معناها الكونتراديكسيون والتناقض. يجيك من بعد وزير يقول لك ليه ما فماش بيجات وما فما حد شيء. نجمة وعليها الكلام.